ازيكم يا جماعه؟ معاكم يحيى، والنهارده شاومي اطلقت الريدمي نوت 5 في مصر. الريدمي نوت 5 من موبايلات الناس كتير قوي مستنياها. هو نزل في نفس الفتره اللي نزل فيها الريدمي 5 والريدمي 5 بلس، ولكن كان نازل في الهند وفي الصين، وكل الناس كانت متحمسه للموبايل ده لان الموبايل ده فيه حاجه مش موجوده في ولا موبايل شاومي حتى الان، حاجه كانت دايما مشكلتهم وكانت السبب الوحيد اللي دايما تخليك تلتفت للشركات الثانيه او تخليك في بعض الظروف تستثني شاومي من الخيارات اللي قدامك وانت بتشتري اي موبايل، وهي الكاميرا. ويجي لنا الريدمي نوت 5 ويغير كل القواعد دي. لاول مره اجرب كاميرا من شاومي وتكون بالحلاوه دي. كانت دايما مشكله شاومي الالوان والتفاصيل، دول اكبر مشكلتين كان عندهم. ريدمي نوت 5 بيجي بكاميرتين في الظهر، واحده 12 ميجا بكسل وواحده 5 ميجا بكسل. الكاميرا ال 12 ميجا بكسل دي بتيجي بسنسور كبير جدا، وده اللي بيفيد في التفاصيل الصوره دي بتطلعها، وكمان كميه الضوء اللي بتخش جوه الكاميرا. وده اللي بيحصل هنا فعلا، اداء الكاميرا في اللو لايت ممتاز جدا، فيها نويز اقل من الميد لايت مثلا، والصور في ضوء النهار او في الاضاءه العاليه تطلع شارب جدا. شيء مفاجئ اصلا، اول ما جربت الكاميرا دي وطلعتها ولقطت صوره بيها اتفاجئت، معقول دي كاميرا شاومي؟ مش ممكن. الصور الخلفيه اللي بتطلع من الكاميرا دي تكون في مستوى صور زي اللي بتطلع من الاوبو اف 7، متخيلين لهذه الدرجه؟ العزل في كاميرا الخلفيه شغال كويس جدا، بيحدد الاطراف بشكل مظبوط، والاطراف ما بتبقاش عليها بلور زي معظم الموبايلات اللي فيها السعريه دي، تبقى شارب الاطراف، شارب مقصوصه كويس جدا. هي الصور بتفقد بعض الشاربنس في وضع العزل او البورتري مود، ولكن ما زالت شارب جدا، يعني اللي هي شارب اكتر من معظم الموبايلات اللي فيها عزل الفئه السعريه دي. كمان الكاميرا السيلفي قويه جدا، 8 ميجا بكسل، وبتاخد صور شارب جدا، وكمان في نوع ده الاتش دي ار في الكاميرا الاماميه وشغال كويس جدا برضو تتفوق على كل كاميرات شاومي اللي فاتت او لا، يعني اللي هو الفجوه ما بينهم كبيره جدا، فجوه التطور بتاع الكاميرا كبيره جدا. ولكن الموبايل مش كاميرا بس، الموبايل في حاجات ثانيه زي مثلا الديزاين. الموبايل تصميم من المعدن ومسكته بريميوم جدا، اول ما طلعوه من العلبه مسكت موبايل غالي مش مسكت موبايل رخيص. كمان في قارئ بصمه في نص الظهر وبيشتغل بسرعه جدا، ولكن شكل الظهر بصراحه سخيف شويه. هم هنا قلدوا الايفون اكس بالظبط ونفس الشكل، وحاطين الكاميرا في الكورنر قوي، ولكن بصراحه شكلها مش ظريف، يعني انا كنت اتمنى احط الكاميرا في مكان تاني. وبعدين بارزه قوي 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 عن الجسم يعني، وكان مسكه الموبايل في ايد واحده صعبه شويه، موبايل مسكته كبيره، الموبايل حجمه كبير، موبايل يجي بشاشه 6 انش وبالابعاد الجديده 18 ل 9، وفي حواف نوعا ما صغيره فوق وتحت، ولكن الحواف مش صغيره قوي، يعني احنا بدانا نشوف في الفئات السعريه القليله دي حواف اصغر من كده. هي كبر الحواف هنا مش بشكل مزعج، يعني مش كانها موبايل بشبه الابعاد القديمه ولا حاجه، مش لهذه الدرجه، وحقيقي مقبوله جدا، ولكن احنا مستنيين بقى في الاجيال القادمه نوتش بقى وحاجات زي كده وحواف صغيره قوي تحت او مفيش حواف خالص. الموبايل هنا بيجي بمعالج سناب دراجون 636، المعالج ده اقوى بكتير من السناب دراجون 625 اللي كان موجود في النوت 4 واللي كان موجود في الريدمي 5 بلس. واداء الموبايل جبار كعاده شاومي، دايما موبايلات شاومي بتتميز بان ادائها عالي مقابل المنافسين، وهو ده اللي انت بتاخده هنا برضو، اداء ممتاز. ده بالاضافه الى السوفت وير العظيم الميو اي 9، واللي كمان فيه هنا ميزه ظريفه جدا بسبب ان الشاشات اللي بالابعاد الجديده دلوقتي، اي موبايل بيشبه بالابعاد الجديده من شاومي هيتضاف فيه الميزه دي، وهي الفول سكرين جيستشر، وهي بالظبط زي الايفون اكس، انك تسحب لفوق عشان تقفل اي برنامج. ولكن الشيء الثوري جدا اللي انا ما شفتوش موجود في اي موبايل اندرويد بالابعاد الجديده، ما فيش اي موبايل اندرويد بالابعاد الجديده فيه الميزه دي، وهي انك تعمل سوايب من اليمين او سوايب من الشمال عشان تروح باك. بالاي او اس كده من زمان انك تسحب على طول من اليمين للشمال عشان يروح باك، فشاومي اضافت الميزه دي هنا في الريدمي نوت 5، وكمان هتنزل في الريدمي 5 والريدمي 5 بلس، وبتعمل انيميشن ظريف قوي كده لما تيجي تسحب بتطلع لك علامه باك من الجنب كده، بتفكرني بالايدج بتاع سامسونج. وكمان الجيسترز الاساسيه اللي هو تسحب من تحت لفوق عشان تقفل اي برنامج، وتسحب من تحت لفوق وتقف ثانيه عشان تفتح المالتي تاسك. هي الانيميشنز دي جديده شويه، فعشان كده في تهنيجه شويه فيها، هتحس ان الانيميشن بيقطع كده وهي بتحصل. ولكن المعلومات اللي عندي ان شاومي هتنزل تحديث يحل الموضوع ده، والتحديث كمان هيضيف فيس انلوك في الكاميرا الاماميه، يعني عشان تفتح الموبايل بوشك زي الميزه اللي موجوده في اوبو وموجوده في هواوي. فاتمنى ان التحديث ده يظبط موضوع الانيميشنز اللي بتقطع دي. كمان الموبايل بيجي بطاريه 4000 ملي امبير، والموبايل ده معايا بقى له يومين ثلاثه، واستخدمت الموبايل كموبايل الرئيسي وبستخدمه استخدام شاق جدا، ما يعني اليوم خلص ولسه البطاريه كانت 20-30%، يعني في يوم استخدمته استخدام تقيل، واليوم الثاني استخدمته استخدام خفيف، البطاريه كانت 70% على اخر اليوم، يعني اللي هو شيء ممتاز جدا، وده برضو لان المعالج بيستهلك طاقه قليله، ف
اداؤه ممتاز جدا. وبس كده، هي دي كانت بس الملاحظات اللي عندي من تجربتي السريعه مع الموبايل. اكيد اعمل فيديو تاني مراجعه شامله اكتر عن الموبايل ونتكلم فيها عن حاجات اكتر، ولكن حقيقي من تجربتي الاوليه انا منبهر جدا من الحاجات اللي شاومي قدرت تحشرها في الموبايل ده، ده مع الميزه الجديده اللي يعني نجم المشهد الكاميرا. وايه رايكم في الكومنتات في الشاومي نوت 5؟ هل بتفكروا تشتروه؟ هل الكاميرا كانت من الحاجات اللي موقفاك ان انت تشتري اي موبايل شاومي، وحاليا بعد ما اتحلت ممكن تشتري ولا لا؟ اكتبوا لي كل ارائكم وافكاركم في الكومنتات تحت، واستنوا المراجعه الكامله للموبايل ده قريب جدا، وكمان المراجعه الكامله للاوبو اف 7 قريب جدا برضو. اكيد اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.